جربت مليون مرة تتعلم مهارة جديدة وما زبطت معك، معناته احضر هذا الفيديو اللي هو اصلا مستوحى من تيد توك فيديو باي ليديا ماكوفا. ان شاء الله اكون حكيت الاسم صح. انا جاسر مصطفى وهاي جي توكس، وهاي السيريز اسمها 101 things I have learned from تيد توك فيديوز. خلينا نبلش. دائما بندخل في تحدي، هذا دائما الناس اللي بتدخل في هذا التحدي، انه انا اتعلم مهارة جديدة او اطور مهارة اصلا موجودة عندي بسكيلز جديدة، ودائما ندخل بهذا الحوار داخلنا، حقدر ولا ما حقدر. باني انا دائما بحكي عن انك انت كيف تطور حالك، شو المهارات المطلوبة لحتى انك انت تقدر بسهولة تلاقي الشغل او الوظيفة او المهارة او السكيل اللي انت بدك تشتغل عليهم. فلقيت انه هذا الفيديو هو من الفيديوز اللي كثير مهم اني انا اطلع احكي فيها على الشانل. اول خطوة لحتى انك انت تقدر تتعلم اي مهارة جديدة انت بدك اياها. I love learning foreign languages. In fact, I love it so much. الخطوة الثانية اللي مهمة كثير انك انت تقرأ بشكل عام عن هاي المهارة، وانك انت ما تدخل كثير بتفاصيلها وتحاول تعرف كل اشي موجود فيها، لا اقرأ بشكل عام. يعني انا بسميها scratch the surface of the skill itself، واعرف عنها شوي هيك اشياء، بعدين انتقل مباشرة الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة يا سيدي بتحكي لك انك انت لاقي الطريقة المسلية اللي انت بدك، اللي راح تخليك انك انت تستمر في تعلم اي جزء من هاي المهارة لحتى انك انت فعليا تتقن جزء من هاي المهارة، واللي ليتر ان شعور النجاح واتقان اجزاء من المهارة اللي انت حددتها راح لحاله يدفعك لحتى انت تكمل وتضلك تقرأ وتدور وتحاول تتعلم في هاي المهارة اللي انت اوريدي اخترتها عشان تكون هي المهارة الجديدة اللي انت بدك اياها. وهي النقطة الثالثة اساسا فعليا مأخوذة من الفيديو اللي انا حكيت اسمه في اول فيديو تبعي، اللي هو من التيك توكس اللي باي الأمورة ليديا. ومباشرة راح تنتقل ديفينتلي الى الخطوة رقم 4. هلا النقطة الرابعة، بما انه اللي قبلها كانت مأخوذة من الفيديو، فكانت اكيد برضه مأخوذة من الفيديو تبع الأمورة ليديا، واللي بتحكي لك انك انت لاقي طرق ذات نتائج واضحة وصحيحة وفعالة. كل ما انت حكيتها في النقطة اللي قبل لك لا، طب النقطة اللي قبل قلت لك لاقي طريقة مسلية أنت بتحبها، في النقطة هاي قلت لك لاقي الطرق اللي أنت فعلياً هتعطيك نتائج، ويا ريت لو كانت هذه النتائج مش كثير بتطول، تكون شوي سريعة لحتى أنت لما تذوق طعم النجاح في هذه المهارة راح تكمل تكمل وتكمل. هلا الخطوة الخامسة فعلياً، بما أنك أنت حددت الطرق المسلية عشان تتعلم هذه المهارة، وحددت الطرق اللي جد إفكتيف ومؤثرة وتخليك تطلع نتائج مهمة في هذه المهارة وفي تقدمك اليومي والمعرفي على تعلم أجزاء هاي المهارة، ففعليا هلأ صار وقت أنك أنت تحدد شو هي الأشياء الجديدة اللي أنت لسه ما تعلمتها واللي أنت لازم تدخلها على أجزاء مهارتك الجديدة في كل يوم أو في كل مايلستون، خلينا نحكي، أو في كل ستيج أو في كل مرحلة من مراحل تعلمك لهاي السكيل الجديدة. ويا سلام لو هذه الأشياء الجديدة اللي أنت بدك تدخلها على المهارة تبعك كان ما في حدا غيرك بيعرف، أو لسه ما حدا تعلمها، أو ما حدا ماسترد هذه الأجزاء من المهارة اللي أنت راح تبلش تعلم فيها. ليه هذا مهم هذا الحكي؟ عشان أنت تكون الشخص المميز في أنك أنت بتعرف هذا الجزء أو هاي الجزئية من هذه السكيل اللي ما حدا غيرك بيعرفها، واللي لترالي الناس راح تصير تدور عليك تشغلك أو تعطيك وظيفة يعطيك شغل، لانه ما حدا غيرك بيعرف يسوي هذا الشيء، وهذا اللي حيخليك زي ما حكيت لك مميز في هاي السكيل او السيرفيس او الخدمه او الشغل او وات ايفر. والخطوه رقم 6، تكرار ريبيتيشن والممارسه بارتيسيبيشن اي ثينك، واللي لها اثر خيالي في تعلم اي سكيل جديده وفي تطوير مهاراتك انت وعطوفتك انت في هذه السكيل او السيرفيس او البرودكت اللي انت بتحاول تعمله. حكيت كثير عن اثار الممارسه في فيديو قبل هيك، ناس شو كان اسمه، فروح احضره بسرعة، يمكن يطلع هون أو يطلع هون، بعرفش، دور عليه. وفعليا من أهمية التكرار والممارسة انك تضلك تعيد وتزيد، لأنه التكرار بعلم مين؟ برافو، بعلم الشطار، وبخلي المعلومة تنتقل من عقلك الواعي لعقلك اللاواعي، أو بخليها تنتقل من الذاكرة المؤقتة أو القصيرة للذاكرة طويلة الأمد اللي هي ما راح تنمحي، راح تضلك تستخدمها وترجع لها كل ما بدك. والنقطة رقم 7، هاي راح ترجعنا للنقطة رقم 4 I think النقطة رقم 3، إذا هدول الطرق اللي أنت حددتهم لحتى تتعلم هاي المهارة الجديدة لقيتها مش إفكتيف، لقيتها مش الطرق المسلية اللي أنت بدك إياها مع أنك أنت كنت تفكر هيك، فلا تيأس ولا توقف وظلك مكمل، ظلك داعس للصاجة.
عجولتنا في الأردن، وشوف الناس الثانيين فعلياً شو عملت وكيف كانت تحاول تتعلم هاي المهارة أو المهارات المشابهة لإلها وكيف علمتها وأتقنتها. بعد تشوف هذا الحكي حاول تستخدم هاي الطرق، وأكيد لا تنسى أنك أنت تضيف لمسة عطوفتك اللي ما حدا سائل فيها فعلياً، بس حاول أنك أنت تضيف لمستك الشخصية لحتى أنك أنت تخلي هاي الطريقة هي الطريقة المسلية لك والطريقة الأفكتيف بالنسبة لشخصيتك وطريقتك في التعلم. بعد ما تتقنها دفنت اللي بدك تصير تحكي للناس عنها. والخطوة رقم 8 هي صراحة خطوة الناس ما بعرف تنساها أو بتغفلها أو ما بتعرفها، بس هي فعلياً مأخوذة من حبيبة القلب الأمورة ليديا ماكوفا اللي حكينا عنها بأول الفيديو اللي ما حننساها، واللي بتحكي لك إنه you have to have a system, an effective system، لك أنت يكون في عندك نظام فعال لتعلم هاي. مهنا شو اللي نظام يعني؟ لا ما يروح بالك كمبيوتر وموبايل وطل. لا مش هيك، يعني مثلا تحط اني انا عشان اتعلم هذه المهارة بدي اقعد كل مثلا لتسي احد ثلاثة وخميس ساعة في اليوم مثلا امارس هاي المهارة. لتسي انك انت عم تعلم لغة جديدة او عم تعلم لتسي سوفتوير جديد، مني انا مهندس، فلتسي انك انت عم تعلم سوفتوير جديد بدك تشتغل عليه في الشغل تبعك، فكل احد ثلاثة وخميس انا بدي اعطي ساعة واحدة، وهي الساعة الواحدة بدي اتعلم فيها هاي المهارة. او مثلا كل اثنين واربعة مثلا بدي اعلم جزئية من هذه المهارة اللي انا اوريدي قرأت عنهم قبل هيك في الاسبوع الماضي لناس جديدة، او كل يوم مثلا ثلاثة انا بدي اقعد مع شخص فاهم هذه السكيل واحكي معه عنها واسأله كل اسئلتي اللي ممكن تكون موجودة عن هاي السكيل. المهم حط لحالك نظام ثابت ونظام فعال انت بتشوف انه فعليا هذا النظام انت راح تستمر عليه وراح تحافظ عليه وفعليا راح يخليك تتعلم المهارة اللي انت عم تحاول انك انت تسقل خبرتك فيها. والخطوة التاسعة فعلياً اللي هي صراحة من فيديو حبيبة القلب ليديا، مش قادر أخبي أنا حبي فعلياً، أنا حكيتها برضو في فيديو من فيديوهات اللي قبل. أصبر واستهد بالله وروق ولا تستعجل النتائج، يعني ما في حدا راح يتعلم إشي جديد بثلاث أيام، فيش موضوع تعلم اللغة الإنجليزية في ثلاث ثواني، فيش موضوع تعلم الهندسة المعمارية في سبع سيديهات في ثلاث دقائق، هذا الحكي ما في منه. بدك تبلش وتستهد بالله وتتعلم وتطلع فعليا سلم المهارة درجة درجة، بس فعليا البيس تبع تعلم اي مهارة يعتمد على شخصيتك وسرعة تعلمك انت، فسريع او بطيء بالنسبة لك انت مش بالنسبة للناس اللي عم بيحاولوا اصلا يتعلموا هاي المهارات. والنقطة رقم 10، نقطة رقم 10 هي اتوقع اهم نقطة في كل النقاط، وهي الاصرار وعدم اليأس او الاستسلام والمتابعة. هدول كثير مهمين انك انت تعود عليهم، اصرار، استمرارية، عدم يأس ومتابعة. فدايما حط لحالك مهارة جديدة، اعرف كيف بدك تتعلمها، حط الطرق اللي انت بدك اياهم واسأل الناس شو الطرق اللي هم يتعلموا فيهم. اذا الطرق ما ناسبتك فبدل هاي الطرق، حط لمستك الخاصة، حط سيستم معين، اصبر على النتائج اللي انت بدك اياها طبعا بعد ما تلتزم بهذا السيستم وهي الطرق اللي انت اوريدي حددتهم، واخر شيء عندك اصرار وعدم يأس واستمرارية. لهون بقدر احكي لك انه يس اي مهارة جديدة انت بدك تعلمها ما راح تيجي بالساهل، وما في نقطة او خطوة راح توصلك للمهارة اللي انت بدك اياها لحالها، لا في خطوات بدك تمشي عليهم، بدك تستهدي بالله وتصبر على حالك. وهيك انا بكون حكيت لك فعليا شو هي الوصفة اللي كلنا عم ندور عليها لحتى انه نحن نقدر نتعلم مهارة جديدة قدرتنا في اي شيء نحن عم نشتغل عليه، ويصير هذا الشخص اللي عم بدور على شغل يدور علي ويدور عليك ويدور على اصحابنا اللي عم بيعملوا نفس العمايل اللي انا قاعد بدبسك فيها في كل فيديو. بحب اني انا اسمع في التعليقات، اسمع، بحب ان انا اقرا في التعليقات اللي انتم راح تحطوها ايش تجاربكم الخاصة وايش الخطوات اللي انتم بتستخدموها لتعلم مهارات جديدة، وشو هي فعليا المهارات الجديدة اللي كنتوا عم تحاولوا تتعلموها، كيف تعلمتوها، قد ايه اخذت معكم مدة زمنية، شو السيستم اللي حطيتوه لحالكم اذا حطيت سيستم معين، واي ديسكربشن ممكن يساعدني او يساعد اي حدا غيري عم بشوف تعليقاتكم انه يقدر يضيف مهارة جديدة لملف المهارات اللي هو بيشتغل عليهم. من هون لحتى تحضروا الفيديو ولحتى تصير عندكم مهارة جديدة وتعلموها، حطوا في التعليقات شو تعلمتوا وكيف تعلمتوا. بشوفكم على خير ومحبة وسلام.